نبقى في تعز ولكن في موضوع آخر، حيث أكدت الشرطة أن نتائج التحقيقات الأولية في جريمة اغتيال مدير برنامج الغذاء العالمي في المحافظة مؤيد حمادي مبشرة وإيجابية، وذلك بعد مرور أسبوع كامل على تلك الجريمة. وقالت شرطة تعز في بيان إنها ستوافي الرأي العام بتطورات ونتائج الإجراءات المتاحة قانونا والتي لا تؤثر على سير الإجراءات. الشرطة أكدت إفراج لجنة التحقيق عن عدد من المضبوطين اشتباها بعد استكمال الإجراءات معهم، كما أعلنت بالمقابل استقبالها أي تظلمات وتعاملها معها بكل مسؤولية ومهنية، وستتخذ الإجراءات القانونية حيالها. بيان الشرطة أشار إلى جملة تدابير لتعزيز الأمن عقب تلك الجريمة، بينها توفير الحماية الكافية لمقرات المنظمات الدولية وتحركات منتسبيها، ضمن تدابير لتوفير البيئة الآمنة لنشاط المنظمات. وبالعودة إلى موضوع التحقيقات بشأن اغتيال مسؤول برنامج الغذاء العالمي في تعز مؤيد حميدي، ينضم معنا المقدم أسامة الشرعبي الناطق باسم شرطة تعز. سيادة الشرعبي أهلا وسهلا بك. إذن يعني كان هنالك بيان وتكلمتم وتحدثتم عن تطورات إيجابية في شأن التحقيقات، وقلتم ستطلعوا الإعلام بما لا يتعارض مع سير التحقيق، أبرز التطورات، لو أطلعتنا بما يسمح عن التطورات. طبعا مساء الشيخ العزيز وكل المشاهدين، والشكر لقناتكم التي تسلط الضوء بشكل كبير وتهتم بهذا الموضوع. بالنسبة لنتائج التحقيقات هي فعلا إيجابية. المعلومات التي يمكن البوح بها والمعلومات القانونية المتاحة نحن أعلننا عنها ونعلن عنها باستمرار بيانات رسمية. طبعا فقط أوضح لكم وللسادة المشاهدين أنه عندما نقول أن سير الإجراءات التحقيق إيجابية، أي أن هناك معلومات ومستجدات هي بحاجة للاستيفاء، وعند اكتمالها ستعلن الرأي العام. طبعا نتائج التحقيقات والمعلومات التي تأتي منها هي من يعني وضحت لنا او دلتنا على الاجراءات المتبعه بعد عمليه الضبط، مثلا مداهمه الاوكار، الحصول على العبوات الناسفه، هذه كلها كانت من نتائج اعترافات المضبوطين وعلى ضوء نفذة حمله التفتيش الثانيه. فنتائج التحقيقات ايجابيه وتتم باشراف الجهات العليا، والاجراءات الامنيه ايضا تتم بإشراف وتنسيق مع النيابة. هذا ما وددنا التوضيح به. نعم. وأيضا عبركم استغل الفرصة أنه أتمنى من جميع الإخوة المواطنين ومن وسائل الإعلام أن يبقوا على تواصل مع الأجهزة الأمنية وأن يستفهموا على أي معلومات أو التباسات لديهم، ونحن متواجدون ويعني لا نمنع أي تواصل أو توضيح بأي شيء لا يضر بمسار وإجراءات التحقيقات. فمثلا الإشاعات التي وجدت في اليومين الماضيين، محاولة الإشاعة للحملة الأمنية والإجراءات، محاولة عرقلتها واستغلال العدو الحوثي لمثل هذه الأمور دون الرجوع دون الاطلاع على الإجراءات التي تقوم بها الأجهزة الأمنية. الأجهزة الأمنية والإجراءات القانونية تحتم علينا التحفظ على معلومات، حرصا مثلا على المواطنين، حرصا على سلامة الإجراءات، حرصا على الوصول لنتائج إيجابية. لا نريد أن ندخل بأي مهاترات المواطنون والحاضرين المجتمعية والوجهات الاجتماعية. يعني هذا التوجيه إن شاء الله يكون يعني المواطنون في تعز يعني يلبوا مثل هذا الطلب. يعني المتابع لسير يعني التحقيقات وما نتج عنه من يعني تحفظ على بعض المشتبه بهم، وأيضا الأسلحة التي تم يعني التحفظ عليها، يعني هنالك شبه يعني تأكيد بأن هذه المجموعة التي نفذت العملية لها ارتباط بمجموعة إرهابية ولم تنفذ يعني هذا العمل يعني بمجهود ذاتي، هنالك ارتباط بمجموعة إرهابية على ما يبدو. شوف كل الاحتمالات واردة، ونحن عندما نسير في إجراء التحقيق نضع عدة احتمالات ونمشي عليها حتى يثبت شيء معين، حين نوضح
للرأي العام النتيجة العامة. من الصعب أن أفتيك الآن مهما كانت المعلومات المتوفرة لدي، نعم، أن أتسرع وأفصح عن معلومات قد تظهر نتائج التحقيقات. نتفهم هذا. هي عكسها. نعم. طيب لكن ماذا؟ لكن الاحتمالات واردة وكل، نعم، الاحتمالات احنا نعمل عليها في، طيب، يعني تحدثتم عن التدابير الأمنية التي سيتم اتباعها من قبلكم لتأمين عمل يعني الهيئات والمنظمات الدولية. طبيعة هذه التدابير؟ طبعا التدابير هي توفير الحماية الكافية للمقرات وتأمين التحركات، أيضا تأمين المدن، طبعا ليس للتربة فقط بل تأمين مدينة تعز أو محافظة تعز منطقة الشرقية بشكل كامل بإجراءات والتدابير التي ذكرناها وسردناها، نعم، يوم أمس. كل هذه الإجراءات تطبق على مستوى المدينة، سواء المدينة مديرية المدينة أو المديريات الريفية، في سبيل استقرار الوضع الأمني وتوفير البيئة الآمنة لعمل وتحركات المنظمة. هذه هي حزمة من الإجراءات تنفذها الأجهزة الأمنية، وننتظر إجراءات ربما لاحقة بحسب ما يقتضيه طبيعة الوضع الأمني والمستجدات. نحن يعني نحاول أن نكون أو نوفر سرعة استجابة لكل التحديات الأمنية، نعم، والمستجدات التي تتواجد، ونتعامل معها بكل مهنية ومسؤولية. أمنيات التوفيق لكم المقدم أسامة الشرعبي الناطق باسم شرطة تعز. Thank you.